بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع الذي سندرس فيه نصين متتابعين من نصوص رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، طبعا قراءة ليست قراءة صوتية فقط، وإنما قراءة وشرح وتبيان لبعض القضايا والمحاور الأساسية التي تدور حولها نصوص الغفران. نبدأ بالنص أهل النار. طبعا هذا النص يتبعه نص آخر، وهو ما يتعلق بي من أشعار الجن، من أشعار الجن، أي لقاء أبي العلاء المعري بأهل النار أولا، من ثم أهل الجن وحديثه معهم حول الأشعار وغيرها من القضايا الأخرى. نبدأ بالنص أهل النار. ويبدو له أن يطلع إلى أهل النار فينظر إلى ما هم فيه ليعظم شكره على النعم. إذن ماذا تلاحظون بما بدأ هذا المقطع؟ ويبدو له أن يطلع، وكأن هنا مسألة الفجائية هي الدافع الأساسي لتحرك ابن القارح في فضاء الجنان وفضاء العالم الماورائي، سواء كانت جنة، نارا، محشرا، أو غيرها من الأطر الماورائية الأخرى. هناك ماذا؟ رغبة. هذا يبدو له فجائية ورغبة. الرغبة هي المحرك لأحداث الغفران. فيبدو له أن يطلع إلى أهل النار، وكان عملية صعود، صعود، يصعد إلى من؟ إلى أهل النار ليراهم، بدليل قوله تعالى: قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. صدق الله العظيم. نلاحظ هنا استعمال ابن القارح ماذا؟ القرآن الكريم، آيات من النص القرآني. وهذا طبعا يدل على ماذا؟ على مصادر المعرفة التي يأخذ منها ابن القارح أولا، والمعري من خلفه مصادر المعرفة. مصادر المعرفة الأساسية هي القرآن، فبالقرآن استطاع المعري ماذا؟ تشكيل هذه الصورة الأخروية، هذه الصورة الماورائية لعالم الغيب. فمن القرآن انطلق ليؤسس عالم الخيال هذا، فكان القرآن مصدر تأسيس للصور ولهذه الأطر وغيرها من الأشياء الأخرى. وكان ابن القارح طبعا أداة من أدوات المعري في طرح جملة قضايا. ابن القارح شخصية إذن حافظة للقرآن، توظفه، تستعمله، وطبعا تنقل مواقف المعري بطريقة أو بأخرى. فيركب بعض دواب، عذرا، فيركب بعض دواب الجنة ويسير. الأفعال هنا فيركب، نتيجة بعض دواب الجنة. الدابة عادة نعرف أن الدابة إما أن تكون ناقة أو فرسا، فابن القارح يركب دابة هنا وكأنه فعل من الحياة الدنيا، لكن هذه الدابة من دواب الجنة، عالم الحقيقي الواقع وعالم الخيال. هناك حدث مرتكز على مسألة الواقع، وبينما يأتي الوصف اللي هو عذرا الوصف أي دواب الجنة يأتي هنا ليخرجنا من الواقع إلى العالم الماورائي. فإذا هو بمدائن ليست كمدائن الجنة، إذن لدينا مسألة المدن، مدائن، معجم حضري، وهذا المعجم يوحي مباشرة إلى مسألة الواقع. ففي الواقع، في الحياة الدنيا الواقع، هناك مدن ومدائن. إذن المعري أيضا هنا مصدر من مصادر انتقاء المعرفة، ألا وهي الواقع. مصادر المعرفة عنده إذن القرآن،
من ثمة الواقع ممزوج طبعا بالخيال. ولا عليها نور النور الشعشعاني وهي ذات أدحال وغماليل. يصف هنا إذا يقول هي أماكن ضيقة طبعا فيها تحت الروابي الرابية الغليل الغماليل هي الروابي جمع رابية. وكأننا هنا إذا تضاريس ما بها تضاريس دنيوية روابي ومنازل ومدن صورة دنيوية لكنها وظفت في عالم العجيب أي في عالم الماورائيات. وهذا طبعا مسألة مهمة من المسائل التي يمكن أن نناقشها في رسالة الغفران هي المزج بين الواقع والخيال. فيقول لبعض الملائكة حضور شخصية جديدة هي شخصية من؟ شخصية الملائكة. والملائكة من الشخصيات النورانية الغيبية التي لم يرها الإنسان قط ولكن ابن القاريحي يتواصل معها. هنا كسر الحدود الزمانية فالشخصيات بشرية تلتقي بشخصيات نورانية ملائكية عجائبية وهذا طبعا غير مألوف هذا شيء طريف وحديث. الحوار الآن سندخل في مسألة الحوار وسندرس بعض قضاياه. ما هذه يا عبد الله؟ هنا المتكلم ابن القارح ويستعمل أسلوب السؤال. وربما قد أشرنا في تلخيصنا لرسالة الغفران سابقا أن للسؤال دورا أساسيا في دفع نسق الأحداث. فبمجرد أن سأل ابن القارح الملائكة عن هذه المدائن ما هي؟ الملائكة ستجيبه أو الملاك سيجيبه لكي يقدم له معرفة ومعلومة فيصبح السؤال هنا ضروريا أو نقول أنه ركيزة أساسية من ركائز النصوص في رسالة الغفران إذ أنه ييسر أو يمهد لقصة أو موضوع آخر. فالسؤال هو ركن أساسي من أركان التي تبني القصص والتي تساهم في دفع الأحداث. ما هذه يا عبد الله؟ فيقول الملك هذه جنة العثاريت الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ظهور إذن شخصية أخرى هي شخصية من؟ شخصية العفاريت. والعفاريت نقول عفريت أي أنه شخصية كائن عجيب أيضا نحن لا نعرفه هو شيء خيالي. هنا انظروا تقابل بين أو اجتماع شخصية بشرية مع شخصية ملائكية مع عفاريت مسألة إذن تطرح عدة قضايا هي مسألة العجيب في رسالة الغفران. إذن هؤلاء العفاريت آمنوا بمحمد وذكروا في الأحقاف. الأحقاف يعني سورة الأحقاف وفي سورة الجن وهم عدد كثير. هنا المعرفة انظروا لاحظوا مسألة القرآن وتأثيره في أبي العلاء المعري. فيقول شيخنا إذن سيتكلم ابن القارح فيقول لأعدلن إلى هؤلاء فلن أخلو لديهم من أعجوبة. هنا إذن ابن القارح طالب للمعرفة طالب لماذا؟ للأعاجيب. سيعدل إلى العفاريت لماذا؟ لكي يطلب شيئا وكأنه باحث عن ماذا؟ عن المعرفة من عند أي كان يأخذ هذه المعرفة. فيعرج عليهم لاحظوا تواتر السرد وأدوات الربط خاصة تواتر حرف الفاء وكأنها استنتاج نتيجة ترتيب مع تسارع كل المعاني حققت في هذا النص وفي الرسالة ككل. فإذا هو بشيخ جالس على باب مغارة. شيخ إذن صفة بشرية هذا الشيخ جالس أين؟ على باب مغارة إطار مكاني ما ميزته هذا المكان البغارة هو مكان بشري مكان واقعي. شيخ في الجنة جالس على باب مغارة صورة من الواقع لكنها طبعا هنا المزج بين الواقع والخيال. فيسلم عليه فيحسن الرد ويقول
أي الجان أو هذا العفريت أو هذا الشيخ، ما جاء بك يا إنسي؟ نكتشف أن هذا الشيخ ليس من بني الإنس، إذن شيخ من من؟ من العفاريت، من الجن. يسأل: ما الذي جاء بك يا أيها الإنسي؟ ابن القارحي الإنسي: ماذا جاء بك إلى مكاننا هذا؟ إنك بخير لعسي، ما لك من القوم سيء؟ فيقول أي ابن القارحي: سمعت أنكم جن مؤمنون، فجئت ألتمس عندكم أخبار الجنان. ابن القارحي هنا سمع أنهم جنون، فماذا أراد أن يفعل؟ فأراد أن يكتسب منهم معرفة. انظروا، طلب المعرفة، وكأن ابن القارح لديه حاجة، لديه نقص. نقص في ماذا؟ نقص في المعرفة. فيذهب دائما ما نجده في كل المناسبات يطلب المعرفة. وما لعله لديكم من أشعار المردة؟ مسألة أخرى، السؤال محرك أساسي من محركات الأحداث الفجائية كذلك. وهنا نجد مسألة الشعر، والشعر شيء كثيف، بل نقول أنه لازم، يكاد نص من نصوص الغفران لا يخلو من مسألة الشعر. ابن القارح يرغب في معرفة أشعار الجن، فيطلب معرفة. فيقول ذلك الشيخ: لقد أصبت العالم ببجدة الأمر، أي باطنه وحقيقته. ومن هو منه كالقمر من الهالة، لا كالحاقن من الإهالة، فسل عما بدا لك. سأعيد القراءة لتفهموا قضية في لغة المعري. لقد أصبت العالم ببجدة الأمر، وهو منه كالقمر، أمر القمر من الهالة، لا كالحاقن من الإهالة، الهالة الإهالة. تلاحظون لغة المعري المسجوعة، وهذا طبعا يعود بنا إلى الواقع الذي عاشه المعري، أو الفترة الزمنية التي اشتهرت فيها الكتابات حينئذ بانتشار أسلوب السجع، الزخرفة في اللغة. فالمعري لا ينسى أنه أديب عصره، فحاول أن يواكب ما في عصره من قضايا، من مشاغل، من مباحث، منها مسألة استعمال السجع، اللغة المسجوعة، في نصوصه. فيقول: ما اسمك أيها الشيخ؟ فيقول: أنا الخيشعور، أحد بني الشيصبان. هذا الشيخ اسمه ماذا؟ الخيشعور. وهنا يمكن أن نسطر تحت خيشعور. ما معنى خيشعور؟ فيها شعور، شعور، سنفهم بعد قليل ما المغزى من هذا. ولسنا من ولدي إبليس. هذا الشيخ أعطانا اسمه، هو من الجان، لكنه ليس من أبناء إبليس، ولكنه من الجن الذين سكنوا أو كانوا يسكنون الأرض قبل ولد آدم صلى الله عليه. جان إذن مؤمن وليس بعاص لربه. وهذه طبعا تذكرنا في نصوص القرآن الكريم في مسألة الجن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبغيره من المسائل الأخرى. فهنا إذن اجتماع كائن بشري بكائن من الجان وحوار بينهما. فيقول الآن، سندخل في النص الثاني وهو من أشعار الجن. فيقول: أخبرني عن أشعار الجن. هنا نلاحظ السؤال، طلب، وليس في صيغة استفهامية، لكن هناك طلب يطلب منه، يستعمل صيغة الأمر، والأمر طلب القيام بالفعل. أخبرني عن أشعار الجن، فقد جمع عنها المعروف بالمزرباني قطعة صالحة. فيقول ذلك الشيخ: إنما ذلك هذيان لا معتمد عليه. ابن القارح يقول لهذا الجن أن هناك من البشر من جمع عليكم ماذا؟ أو من جمع عنكم شعرا، فأسمعني بعضه. فالجن هنا يعترف أنه هذا هراء، إذ أنه لا لقاء بين إنس وجان، لا يوجد تحاور مباشر بين الإنس والجان في الدنيا.
فمن أين جئت بهذا يا ابن القارح؟ فيقول: إنما ذلك هذيان لا معتمد عليه، وهل يعرف البشر من النظم إلا كما تعرف البقر من علم الهيئة ومساحة الأرض؟ لاحظوا هذه الجملة التقزيمية التحقيرية للبشر. الجن يحتقر البشر بصفة عامة، ولكنه ينطق هذا الجن على لسان المعري، فالمعري يسخر من الإنسان الذي يدعي أنه يعرف في الشعر كل المذاهب، لكنه ماذا؟ هو كالبقر، أو كما تعرف البقر، ضرب المثال، كما تعرف البقر في علم الهيئة ومساحة الأرض. هل البقر معرفة بالعلم علم الهيئة ومساحة الأرض؟ بلا شك لا. إذن فالإنسان كالبقر لا يعرف في النظم شيئا. وإنما لهم 15 جنسا من الموزون قل ما يعدوها القائلون، وإنا لنا لآلاف الأوزان ما سمع بها الإنس. إذن الجان هم أهل الشعر، وهذا يذكرنا بمسألة النبوة المحمدية حينما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فبما اتهم؟ اتهم بأنه مجنون، أي أنه مسكون بجن. العرب تؤمن بأن الشعر من أقوال الجان. من ثمة اتهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة بأنه يهذي، هو يعني يقول كلاما ما به، كلام غير مفهوم غير معقول لا ينطق به بشر. يفسر الآن هذا الشيخ الخيشعور معاني أو بعض الأفكار الأخرى: وإنما كانت تخطر بهم أطيفلات منا عارمون، فتنفث إليهم مقدار الظوازة من أراك نعمان. أي أن الشعر الذي تكتب فيه العرب أو البشرية هو ليس إلا جزءا لا يتجز، أو جزء من الجزء من الشعر الذي تعرفه الجان، فهو جزء صغير جدا مقارنة بالشعر الذي تعرفه الجان. ولقد نظمت الرجز والقصيدة قبل، وقد نظمت الرجز والقصيد قبل أن يخلق الله آدم بكور أو كورين. لاحظوا كور أو كورين، ليس بعام أو عامين، هنا لغة من؟ لغة الجان. إذن استعمال مصطلحات الجان أو انطاقها. وقد بلغني أنكم معشر الإنس تلهجون بقصيدة امرئ القيس. إذن هناك تواصل بين الجان والإنس في هذه المسائل. مطلع القصيدة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وتحفظونها الحزاورة في المكاتب، أو تحفظونها الحوازرة في المكاتب، أي تحفظون هذه القصائد أو هذا المطلع لمن؟ لأطفالكم في المكاتب. أصبح الشعر ما به وكأنه شيء أساسي تحفظونه لأبنائكم. وإن شئت أمليتك ألف كلمة على هذا الوزن، على مثل منزل وحوملي، وألفا على ذلك القريء يجيء على منزلي وحوملي، وألفا على منزلا وحوملا، وألفا على منزله وحومله، وألفا على منزله وحومله، وألفا على منزله وحومله، وكل ذلك لشاعر منا هلك وهو كافر. لاحظوا مسألة أسبقية كتابة الشعر، هل الإنس من كتبها أم الجان؟ هنا إذن يقولون أن الجان هو صاحب الإبداع الشعري. لكن لاحظوا معي هذه العبارة: كل ذلك، يعني كل الأشعار التي شهدتها البشرية إنما أخذتها عن الجان، ولكن جان ما به، وكل ذلك لشاعر منها هلك وهو كافر. شاعر من الجان مات وهو كافر، ما مصيره؟ وهو الآن يشتعل في أطباق الجحيم. وكأن كل شاعر كتب الشعر، أي الشعر الذي لم يكن مكتوبا في مدح النبي أو في المسائل الإسلامية، ومات وهو شاعر، أي وهو كافر، فمصيره النار ومصيره جهنم. هنا إذن ماذا تلاحظون؟ موقف المعري من الشعراء موقف سلبي،
إلى حد ما. من ثمة عقوبة الشعراء عقوبة رهيبة عند المعري، نكل بهم مصيرهم. ماذا؟ مصيرهم النار. متى؟ إن ماتوا وهم كفار، أي ماتوا ولم ينظموا شعرا في الإسلام. فيقول أي ابن القارح: لسنا مثلكم، الجن يقول: لسنا مثلكم يا بني آدم، يغلب علينا النسيان والرطوبة لأنكم خلقتم من حمأ مسنون. هذا الجن الخيشعور ماذا يفعل؟ جان يشتم ويحقر البشر. ما بهم البشر؟ خلقتم من ماذا؟ خلقتم من حمأ مسنون، أي من طين نتن، وخلقنا من مارج من نار. هذه تذكرنا بآية في القرآن الكريم حينما يقول إبليس لآدم: أنت خلقت من طين وأنا خلقت من نار. وهنا استكبار الجن على البشر. وفي هذه طبعا طرح نقول استحضار لمصادر المعارف التي عمد إليها المعري، ومن ثم طبعا تشيء الإنسان أو تقزيمه وتحقيره وغيرها من مسائل أخرى. فتحمله الرغبة في الأدب أن يقول لذلك الشيخ. هنا الرغبة، لاحظوا مسألة الرغبة في تحريك الأحداث. تحمله الرغبة في الأدب، يرغب في اكتساب الأدب، في اكتساب المعارف، في ملء الحاجة التي يحتاجها، في سد الرغبة التي يرغبها في ماذا؟ رغبة في اكتساب الأدب. فيقول لذلك الشيخ: أفتمل علي شيئا من الأشعار؟ يطلب الشعر. فيقول الشيخ: فإذا شئت أمللتك ما لم تسقه الركاب ولا تسعه صحف دنياك. إذن ابن القارح وجد مبتغاه عند هذا الجن الذي سمي بالخيشعور. وهنا سأعود إلى مسألة الخيشعور. قلنا شعور، أي أنه وكأن قادمة من شعر، شاعر له شعور فهو ماذا؟ خيشعور. حسن انتقاء المعري لأسماء شخصياته أيضا متعمد بل ومقصود. هنا طبعا قراءة أولى، ويمكن أن نقرأ النص قراءة أخرى ونفهمه بطرائق أخرى، لكن أهم قضية دارت حولها هذه الأسطر أو عبر عنها هذين النصين هي مسألة ماذا؟ أفضلية الجان على البشر، المستوى المتدني المنحط الرديء للبشر، السرقات الأدبية، أصل الشعر ومنبعه الأول، ومن ثمة طبعا الرغبة التي تحرك، الرغبة والسؤال اللذان يحركان ابن القارح ويدفعان بالأحداث نحو الأمام. رأينا كذلك مصادر المعري في كتابته، فوجدنا القرآن كمصدر أصلي، ومن ثمة الخرافة والأساطير، ومن ذلك لقاء الإنس بالجان وحديثهما معا. من ثمة أيضا يمكن أن نحتفظ بهذه الفكرة وهي مسألة الواقع والخيال في رسالة الغفران. لدينا دواب تذكرنا بالواقع، مغائر ومدائن وشيوخ تذكرنا بالواقع، ومن ثمة سريعا ما يجعلنا أو يرجعنا إلى عالم الخيال كقوله دواب الجنة، يضيف مركب إضافي دواب الجنة، من ثمة مدائن الجنة، وهكذا دواليك من الأساليب التي اعتمدها المعري في هذين النصين. شكرا لكم، إن شاء الله سوف نشرح في الحصة المقبلة نص في المحشر، المعري في المحشر، سوف نفهم بعض القضايا الأخرى، وإن كانت هنالك أسئلة أو بعض الاستفسارات أو تعليقات أو إضافات رجاء كتابتها أسفل هذا الفيديو في تعليق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.